هل تعلم أن بعض الحيوانات تصوم مثل البشر؟ سوف أذكر لكم بعضا من هذه الحيوانات والحشرات والطيور المعروفة لدينا وكيف تصوم وسبب صيامها ومدة الصيام. إذا كنت لست مشترك، أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد. الصيام قبل أن يكون إفطار وسحور، فهو علاج للإنسان وسائر الكائنات الحية. المسلمون اكتشفوا فوائد الصيام من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، والغرب اكتشفوا من العلم الحديث أن الصيام يعالج الإنسان من أمراض عديدة. ما بالك بالحيوانات والحشرات والطيور التي تعلمت الصيام وفوائده قبل الإسلام، التي يكشف لنا عظمة الله في خلقه وبغرائزها التي تساعدها في العيش في ظروف الحياة الصعبة. الأسد ملك الغابة كما يطلق عليه، يجب عليه الصيام يوما في الأسبوع، والسبب للتخلص من حمض البوليك السام المضر على جسمه، ويأتي هذا الحمض من أكل اللحوم الذي لا يأكل غيرها. العناكب تصوم أثناء فترة وضع البيض وحضانته، وهناك أنواع من العناكب تصنع خيمة من الحرير أثناء فترة وضع البيض لكي تضع البيض فيها، وعليه الآن أن تكون قائمة عليها وترعاها في هذه الخيمة، لا تغادرها طوال الفترة وهي صائمة حتى تفقس، فتصبح الأم ضعيفة وهزيلة، والسبب لكي تجهز السوائل اللازمة لتغذية صغارها بعد نفسها، طبعا عن طريق نشاط بعض الغدد الخاصة في فترة وضع البيض، ولأن صغارها لا تستطيع رعاية نفسها فتتعلق فوق ظهر أمها لكي تتغذى منها. سمك السلمون يسافر 1600 كيلومتر راجعا إلى موطنه الأصل ليقوم بعملية الإباضة، وفي هذه الفترة يصوم، والسبب لكي لا يثقل ويبقى رشيقا وخفيف الوزن، ليسهل عليه السفر والهرب من أعدائه المتربصين به طوال فترة سفره في المحيطات الغريبة عليها. طيور الزينة نلاحظ عندما تنقلها من قفص إلى قفص آخر جديد فإنه يبدأ مباشرة بالصيام، والسبب لتغيير المكان عليه ولحسنه على قفصه وبيته القديم، ومع الوقت يبدأ الطير بالتغريد ويوقف الصيام ويبدأ بالفطور ويعين من الله خير. وأخيرا الضفادع، كما نعلم أن الضفدع من الحيوانات البرمائية ويكون دم الضفادع باردا، وبسبب ذلك تعيش في فصلي الربيع والصيف، ولكن في الشتاء فإنها تختزن طعاما هائلا في معدتها فيصبح وزنها 3 أضعاف لكي يكون مخزونها الوافر في هذا الفصل، وتكون في حالة من السبات لدرجة التجمد، مثلها مثل الجليد حتى ينتهي فصل الشتاء، فتبدأ بسريان الدم والتدفق في جسمها المتجمد فتخرج من السبات إلى الحياة.